هذه بال 91 انضربت الكهرباء، الامريكان ضربوا الكهرباء ورا 9 اشهر رجعت الكهرباء اعتياديه، بس بعد 2003 من ضررت الكهرباء ما صارت نيه صادقه لدى الحكومات المتعاقبه لاصلاح الكهرباء في العراق، لانه القرار انا اتوقع قرار الكهرباء قرار سياسي. الدول المحيطه بالعراق ما تقبل يصير الكهرباء وضعيته يعني جيده ويغطي كل العراق، لانه راح يصير انتاج وراح يصير صناعه وراح يصير زراعه، فما اعتقد الدول المحيطه بالعراق توافق على انه الكهرباء بالعراق تصير كهرباء جيده ولا بسهوله. هسه تقدر تروح هسه مدير الكهرباء او وزير الكهرباء يروحون يتعاقدون ويا شركات صينيه يبنوا لك محطات مال الكهرباء خلال سنة ونص، وتدخل عامله للمجال الخدمات خلال 6 اشهر تدخل تغذي الشبكه مال الكهرباء من شماله الى جنوبه بسهوله. هذا الشيء يعني احنا يعني مبينه اي محطه كهربائيه بنائها خلال من سنه الى سنه ونص، هاي الشركات الصينيه دا تتنافس على بناء المحطات مالت الكهرباء، وش بيها جيده جدا واسعار رخيصه مناسبه بالنسبه للعراق. بس اعتقد هو قرار سياسي، الدول المحيطه بالعراق ما توافق نهائيا على انه ترجع مثل لبنان، نفس لبنان ما يوافقون انه العراق او لبنان يصير بها طاقه كهربائيه ويصير بها انتاج ويصير بها تقدم علمي وتقدم صناعي. يظل العراق يستورد الطماطه ويستورد الخيار ويستورد التكرم، اي شيء، اي صناعه خفيفه، دشداشه كذا، مبرده، شيء كلها تستورد من الدول المجاوره، وظل احنا اقتصادنا مرتبط باقتصاد هاي الدول، نظل مثل ما يقول نستورد منهم يعني مستهلكين فقط. طبعا يأثر، يدمر هذا الثقل على كاهله. المواطن العراقي صناعته وقفت، زراعته وقفت، الاعمال المهن مالته تدمرت. تعال هالمره دي يتحمل فوقها تكاليف الامبير من 10 اكو توصل الى 20-25 ألف دينار، من يجيب هذا المواطن؟ يعني هاي بالنسبة للمناطق الراقية، المناطق التعبانة من هسه 12 ألف إلى 15 ألف الأمبير، من يجيب هو عيشة؟ مدى يقدر أكل بطنه مدى يكفي، من راح يجيب هذا مثل ما يقول الإمكانية هاي المادية، من راح يجيب المصرف هذا الزايل؟ هذا والله استاذي إذا الحكومة تخلصت من التبعية للدول المجاورة وتخلصت وصارت حرة نفسها وحكومة وطنية صادقة وعندها نية صادقة بإصلاح وضع العراق، تقدر تبني مو بس الكهرباء، الزراعة، الثروة المائية، السياحة، المنافذ الحدودية السيطر عليها، هيبة الدولة يعني تقدر ترجع هيبة الدولة وترجع. بس إذا ظل مسيطرة عليها الدول المجاورة دار مدارها المحيطة بها وسياستها ظل مثل ما يقول تابعة لهاي الدول، ما تقدر كل شيء تسوي، لا تقدر تصنع ولا تزرع ولا كهرباء ولا مي شرب ولا أي شيء، أي خدمات ما تقدر تقدم للمواطن. طبعا اذا تحسن الكهرباء يرجع الى ما قبل 2003 والى ما قبل 79 كان احسن ارقى وضع للعراق صناعي وزراعي في سنه 79. بعد ال80 تدهورت اوضاع العراق، من دخل الحروب تدمرت الصناعه وتدمرت الزراعه وتدمرت الثروه المائيه والحيوانيه وكلها تدمرت من الثمانينات، من دخل العراق بحروب ويا الدول المجاوره. بس اذا يريدون يعني عندهم نيه صادقه لاحداث تغيير بالطاقه الكهربائيه واصلاح المنظومه الكهربائيه، لا ترجع الزراعه، ترجع الصناعه. هسه مضخات الميمين غير تشتغل على الكهرباء، لو تريد تشتغل على الغاز تكلف الفلاح
وهذا من يزيد أسعار الطماطم والخيار والمنتوجات الزراعية. فهذا كله على كاهل المواطن، يدخل كاهل المواطن. فبالنسبة إذا أرادوا يعني عندهم نية صادقة مثل ما أقول لك، واستقلوا عن كل الدول المحيطة منهم واتخذوا قرار وطني صادق، فاعتبر العراق يرجع إلى ما قبل 1979. أنا أعتبرها هي مو أزمة كهرباء، هي أزمة سياسية اقتصادية على العراق، ومجال مال سرقات كلش، لأنه ما معقولة مليارات يصرفون الكهرباء هي وين دي يودون الفلوس؟ ده تنباق بجيوبهم. السيسي مطول شهر سواله فلوس النفط مالنا، مال شهر سواله كهرباء يغذي العراق بقت 5 مرات. احنا عندنا ناس حرامية دي يبوقون بجيوب اللي يردون الفاسدين، وما تخلص هاي الازمه. ما طول ذولا موجودين، الكهرباء موجوده على هالحطه هذا، والناس اللي ما عادها تعبانه. هل كان احنا عيننا على الله وبس، ما عندنا غير رب العالمين. والله ان شاء الله عندنا امل، ان شاء الله بالكاظمي هوايه، ان شاء الله عندنا امل بيه، والله ينصره ان شاء الله على كل باطل. طيب برايك شنو هي الحلول اللي ممكن تنهي هاي الازمه؟ تنهيها هاي ما تفيدنا نجيبها من الخليج او نجيب من ايران او نجيب من الاردن، هذا مو حل، هذا رقع، هذا يسموه ترقيه دشداشه مرقعه، هذا يرقع بيها. الحل الحل ماله اجيب شركه سيمز، شركات المانيه موثوقه اجيبها يسوي لي كهرباء، خلي يسويها بالاجل، بدل ما انطيه مثلا انطيه مليار، خلي انطيه مليارين بالاجل، ما يطولون 6 شهور يعطونا الكهرباء والبلد يشتغل ويصير الخير والامان يرجع البلد. ترى ازمه سياسيه الكهرباء واقتصاديه مجال السرقات. هم حياه المواطن منتهي، لانه مثل الدم اللي بالجسم الكهرباء، إذا دم ماكو يصير فقر دم، شي يصير بالإنسان؟ مو يوقع وينتهي؟ هذا هم نفس الحالة، عملنا شغلنا كله كلنا قاعدين على الطالب الطالب، بس الله هو اللي يمشينا، مو من الشعب ولا من شيء، يعني الله هو بحط لنا بركة بهالرزق هذا دا ناكله ودا نعيش بها. السبب الرئيسي بس بالبداية احنا نحيي قناة التغيير وبارك الله بكم على هاي الجهود المبذولة اللي بتبذلوها بالشارع. بالنسبة لأزمة الكهرباء، أزمة الكهرباء ترى معضلة أنتجوها السياسيين في البلد، معضلة أنتجوها السياسيين في البلد. هذا بلد الخيرات اللي كهرباء كفر، يعني صار لها 17 سنة ما تصلح الكهرباء بالبلد بسبب السرقات والمليارات اللي صرفت، وما يعرفون الإدارة الكاملة على تحسين الكهرباء أو إنتاج منظومات أو إنتاج، يعني البلد هذا بلد خيرات، من الماء تقدر تطلع كهرباء، من الشمس تقدر تطلع كهرباء، مو اعتيادي أن تجي تعتمد على الوقود وتعتمد على الموارد الأخرى. فهذه يعني حالة سلبية بالنسبة على الحكومات، سببها الحكومات ليس الشعب وليس أي شخص، وإنما الحكومات. هناك كوادر من الشعب بإمكانها أن تولد الطاقة الكهربائية، أن تنتج طاقة كهربائية في البلد، لكن أخي هو قلت لي يقول الحكومات ما نبدا نغير بس على الحكومات. طيب برايك شنو الحل الامثل اللي يخلي برايك انت شنو الحل الامثل اللي يخلي هاي الازمه تنتهي؟ الحل الامثل اول شيء السيطرة على الفساد. المعافيات اللي تعمل في وزارة الكهرباء ومن يدعمها. هاي السيطرة اول شيء على هذا، شيء ثاني تكون الحكومة مسؤولة عن اي مشروع، زين اي مشروع ينظم الكهرباء هي لازم تبدي به وتصرف الاموال له وتنسق مع الجهات اللي هي تعمل بان يكون الوقت اقصر في سبيل عدم افشاء الفساد في هذه الفتره الطويله. طيب شلون مأثر على حياه المواطن العراقي؟ طبعا دمار حياه المواطن العراقي، ولا درجه حراره 50 وكهرباء ماكو، المياه ماكو، يعني وضعيته تعبانه. يعني احنا اخي الكهرباء مأثر على كل شرائح المجتمع العراقي، على الصناعة، على الزراعة، على الاقتصاد، كله مأثر عليه، مأثر عليه على كل شيء. طيب هل ممكن أن يعني تستطيع الحكومة أن تجد فلوس في هذا الوضع الراهن؟ إن شاء الله إحنا نتأمل خير بهاي الحكومة الجديدة، نتأمل خير، لكن أخي إذا ما يقضون على مافيات الفساد ما نقدر، كل شيء تشتغل الحكومة. والله يعني أول شيء تحياتي لقناتكم المفضلة قناة التغيير. الكهرباء يعني من سنة 2003 لحد الآن، يعني كهرباء عدم الصفر،
يعني المفروض يسووها يطوها يعني يسووها الكهرباء، ينصبون بعد شو اسمه كابينة مال الكهرباء، اسوي كهرباء مو انت تطفيها ساعة تطيها ساعة وتطفيها سبع ساعات ثمان ساعات، يعني اسوي اطيها ثلاث ساعات اربعة شوية، يعني اسوي كهرباء للشعب كافي كافي كهرباء، ماكو 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 لاكو كهرباء لاكو ما حتى شغل ماكو. ها؟ طبعا ما اثر علي، حارة الدنيا ومصموطين صمت، احنا قاعدين ببيوت هاي مال امانة بالكرخ، بيوت صغار وحارة الدنيا محصورة، شي يصير بيك بعد اذا ما كهرباء؟ والله حل غير حل يم الحكومة، حكومة هي تقدر تسوي كهرباء توفر، إذا هي حكومة ما تسوي كل شيء، يعني إحنا نطلب من الحكومة تكون تسوي الكهرباء، تعدل الوطنية، تطيها مو تطيها ساعة واحدة، ساعة شو تشغل شو تفيدك ساعة؟ والله هي الكهرباء أزمتها ما تنحل، لأن هم ما يريدون يحلوها، يعني هم لو يريدون يسوون أكو شركات تجي تسوي كهرباء للعراق، يعني الخليج كله عنده وطنية. عندهم كهرباء زينة، بس احنا العراق ما بي كهرباء، بس احنا عندنا الكهرباء تعبانة، وصار لنا 17 سنة. سبب هم غير ما يسوون، هم لازم يسوون، يشوفون المواطن كهرباء ماكو، وطنية تجي ساعة وتطفى أربع ساعات. طيب برأيك أنت يعني كونك عايش المعاناة، ايه شنو الحل الأمثل اللي ينهي هاي الأزمة ويخلي الكهرباء تطفى؟ والله الحل هو يسوون هاي الشركات، تجي شركات تسوي كهرباء، لأن المواطن تعب حيل من الوطنية، كهرباء ماكو، السحب الأمبير ب 15 وب 20,000، المواطن مين يجيب؟ احنا نشتغل حماميل ما عندنا يوميتنا 20,000، مين يجيب المواطن؟ طيب شلون مأثرة اليوم على حياتك اليومية؟ والله مأثرة يعني حتى نوم ما دنام، يعني الليل كله ننتظر الوطنية تجي حتى ننام، الوطنية ماكو. والسحب ما يشغل، مرات يشغل مرات ما يشغل، هي مو بس الكهرباء، هاي امور تعبانه عند المواطن العراقي، يعني هاي مال 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 حظر اذتنا حيل اذتنا، قاعدين احنا ايش كم شهر قاعدين منين نجيب؟ ما عندنا فلوس، احنا نشتغل يومي. طيب برايك هل تستطيع الحكومه تقدر حكومه مستوى الكادر انه تلقى حل بهاي الفتره ربنا وضعها؟ والله نتمنى احنا نلقى حل، هو الاستاذ مصطفى الكاظمي زين يعني ده يشتغل، ونتمنى احنا الناشده يسوي لنا كهرباء. عم شوي صعبه الكهرباء يوم على تطفى، منطقتنا المولدات الليليه صار شهر او شهر شهرين يا اقل، يا ابو المولد منطقتنا يا بدي بدوها بعد على الموازنه، هاي وادي رحت للتقاعد عامه ما حطنا عسكرية تقول على الموازنة، احنا ما طلعنا ما خفين بس نراجع. طيب احنا ليش خلينا بس على موضوع الكهرباء الوطنية؟ اي الوطنية صعبة، اي صحيح شنو مأثرة على المواطن؟ اي مو حارة حارة، تجي اربع يقطعوها اربع ساعات، تجي بالليل تجي ثلاث ساعات يقطعوها اربع ساعات، يعني شلون يعني عزمتها يعني نظل على الكهرباء هاي عن المولدات العالم لما الله يفرج هاي الكهرباء. طيب برايك شنو الحل اللي ينهي هاي الازمه؟ الازمه احتمال على الموازنه، ناس تقول لك على الموازنه، ناس تقول لك على هاي شويه الاحداث صعبه شويه صعبه الاحداث، لحد يجون يعني صوره حل يعني نظل شيء يعني واحد المواطن يروح به يعني يروح يبلع قبل اربع ايام يوم الاثنين ما اتحل والله طبت البيت مفهوم كله عرقان. وكهرباء مصرية لبيت جزء بس بعد شوف رايا شنو يعني يعني ظني شيء هنا معاي والله يعني. المحلات خاصة المحلات كل طاف الاخبار اللي تشالون برا برا هم نفس الشيء يعني شلون صورة حل شلون يعني شلون عم الازمه ما ادري شلون صار الكهرباء يعني جيبها ساعتين لا كمل لها ساعتين ولا شيء الناس هيبوكها الكهرباء خاصه هنا ببغداد يعني جيبها ساعه نص ساعه قطعها ابو المولد نفس الحاله ابو المولد يجي راس شهر راس يلم حساب شو يهمه أو الكهرباء نشتكي تقول لك يقول لك هاي من الوزارة، زين الوزارة وش يسوي الوزارة؟ لا الكهرباء ما قاعد يقوم بها ويبيعوها، الكهرباء فدنا بتعبان هالأيام،
يا صار اسبوع اسبوعين كهرباء فد ما بتعبانه، صار شباب اليوم ساعتين ساعه ونص ساعه ونص بالزايد عندنا شلون كهرباء. طيب هي هذا الحرب شلون ناثر على المواطن؟ تعال شو تسوي هذا الحرب بعد؟ هو امر ربك. تعال شو تسوي له؟ ناثر قطعت الكهرباء على المواطن. تعال شو تسوي؟ كلها عندها موردات قاعد شغل بالبيت، موردات تسكت، شو تسوي له عاد؟ الناس عندها موردات بالبيت قاعد شغل، تعرف مورد شغل الساعه 12 يطفي بيت 2 الظهر، تعرف 2 الظهر وين تروح؟ لازم تقعد بالشارع. قاعد شغل موردات تسكت، شو تسوي له عاد؟ وتعال يجيك الكهرباء يقول لك حاس ميزانيه عليك 120، هذاك اليوم اخوي عليه صفر انا عليه 150,000. واشوف شغل بس مبردة. والله الأزمة هاي الأزمة صارت شلون عصا موسى زين؟ صارنا 17 سنة، شنو اللي سووا لنا اياه؟ كله بوق بوق يضحكون على العالم زين؟ 17 سنة، يعني ما عرفوا يجيبون شركة، هي شركة سيمنز الألمانية، هاي شركة عالمية يعني محترفة، زين هي يعني خلال جزء أشهر سوي لنا كهرباء. الكهرباء الوطنية بالموصل طبعا هي علت كل المواطنين من الشمال للجنوب، كل تاي علتنا الوحيدة هي الكهرباء، وهواي علل بس العلة الأساسية الكهرباء. الكهرباء بالموصل يعني نوعا ما زينة، نوعا ما نوعا ما، تدري شنو نوعا ما؟ يعني ما قد متوفرة قوية، يعني إذا تجي له باليوم 6 ساعات 7 الحمد لله زين، بس ما هالقد والله. الحق نحن كهرباء العراق ما يرمش لان الموارد المائيه اللي عندنا تكفي زياده، يعني اذا بس يسوي توربينات ويصعد المي يعني هذا استثمار للكهرباء مجانا بدون تعب، ليش ما يستغلها؟ طالبوا بتوفير توربينات للمياه، هاي كلها جاريه، المياه الجاريه اللي تنزل من السدود من غير شيء ويوفر كهرباء والطاقه الزايده بالايه النفط ما قالت كل تي يوفر لنا كهرباء. والله الكهرباء يعني اقول لك نوعا ما زين، يعني مو قويه وحتى الفولتيز ضعيف، يعني حتى مرات تسبب بضرر بالاجهزه الكهربائيه اللي عندنا بالبيت. واكو شغله خلي يفكرون بيها، يعني انت مو عندك كهرباء 24 ساعه ما تحس بغيرك، انت طبعا لما توفر كهرباء ببيتك ما تحس بغيرك، لان اكو بعض الناس عندهم مرضى بالبيت، اكو بعض الفقراء لا يمتلكون حتى كهرباء، يعني كهرباء بالبيت وسعر الامبيرات غالية، فوفرت منين الكهرباء حتى يوفر على الفقير غير شيء. اشكل قناة التغيير طبعا. هو الكهرباء بالنسبة للكهرباء أحياء يعني حي صفر، وحياة كانت الراقية زينة نقول عليها كل 20 ساعة، وكو حياة يعني ناقص شعبية كل 6 ساعات. فقالوا يجي هذا وزير الكهرباء شوي يشوف الحياة، يعني حي زين وحي نص وحي ما بي كهرباء وحي يعني مشكل، الحياة كل واحد العفو كل واحد حي مشكل. والله حل لازم غير يجي هذول المسؤولين يقول عليهم مبادرة يشوفون الوضع، يعني يجي بس ساعة ساعتين يشوف الوضع، وزير الكهرباء يجي يشوف ايش القصة هاي الكهرباء، ها كل 20 ساعة يجي كل منطقة الحي 20 ساعة، يعني ما متنظمين، يعني وقت ما العفو وقت يعني مناطق ما مسوية، كل واحد 6 ساعات، ناس 20 ساعة، ناس 15 ساعة، ناس 10 ساعات تجيهم، ناس 6 ساعات، يعني كل واحد شكل ما مساويين. خلي يجون المسؤولين يتوجهون يعني على محطة المصر، ما قاعدين هناك على التبريد وسيارات آخر موديل وتبريد وما يحسون بالمنطقة الأيمن من كوبو فرد مرة ولا يسر، الحمد لله والشكر نعمة فضيلة. بس خلي يجون شوي المسؤولين ينظروا على الموصل، حكاية مجروح الموصل خاصة الأيمن، يعني فرد مرة البرك ما العالم الفقارة شوي نقول عليها الواقعة منتهية، تضييع فلوس ما عندهم، يعني العالم قاعدة بالإيجارات، حالتهم فرد مرة المعيشية صفر. خلي ينظروا المسؤولية هذول على الرعاية الاجتماعية على التقاعد نقول عليهم حكاية الحمد لله أقول، بس خلي جون يسولون هذول المسؤولين ما يدورون انتخابات من عندنا، خلي جون عدبر الانتخابات، خلي جون يقولون تعالوا يتعون، ما يجي هو مناظر وشيء، يلبس البرجس ويجي يسوي شغل ويا البلدية ويا الكهرباء، يسوي أعمار ما كل أعمار هذا سوق النبي فضل الخيسة خطية بس البسكات على باب الله دكتور رزقهم، وأيام عيد وأيام موسم مدير بلدية قاعد ولا حول ولا قوة، وهذا لا حل ولا يب. والله كهرباء الوطنية بالنسبة لمدينة الموصل أكو مناطق كل الزين الوطني عندهم، يعني يجيهم 18 ساعة 20 ساعة باليوم، أكو مناطق لا والله يجيه 6 ساعات 7 ساعات، أكو مناطق نهائيا ما يجي الوطني. فالمفروض يعني هاي مدينة منكوبة وطالعة من حرب، يعني طالعة من مآسي ومن ظلم ومن كذا، فالمفروض يعني
كل المناطق سوا يعني، اكو مناطق مشتركين بشركة كار هذا 23 ساعة الوطني ما يطفي عنده، اكو مناطق لا والله، ويجي يغيد القائمة مال الكهرباء من يغيده من عنده، وتنطلب المولدة ولا تنطلب الوطني، يعني ما افتهمنا والله العظيم. اكو مناطق منكوبة بالأيمن بالمناطق القديمة اللي هي وطني ما عنده، اكو مناطق لا والله يعني الوطني ماله بحيل مليح، فالمفروض يعني كل الناس سوا يعني يعملوا الكهرباء كلهم يعني سوا. هو من يجي يشوف الموصل حاله يومين ثلاثة ظل بالموصل ويشوف الوضعية بالموصل حتى يعرف اشكو، يعني ما يوصلوا له رسالة المسؤولين اللي بالموصل، يوصلوا رسالة اللي هو انه المدينة عايشة بسلام وبأمان وبرفاهية، وتعال شوف المدينة حالها وشوف المدينة القديمة واحكم عليها. هو قاعد ببغداد ما يعرف شنو السالفة، تعال بالموصل عيش لك يومين ثلاثة واسمعهم من الناس، اسمعهم من المواطنين، هذاك الوقت حس بيهم. يعني انت قاعد على الوطني وعلى السبلت وعلى كذا وسياره اخر موديل وجكساره وما عارف يسموها، والمواطن حاله حال الشر، المفروض يعني يجي ويقشع. والله الكهرباء اخي الكهرباء يعني بنوبه زبد، احنا نريد امشي الكهرباء ما نترك كهرباء، يعني كهرباء ماكو خلاص. مولدات يعني من كل ساعات استراحه، عال عارف وين تطلع الظهر جال هذا الحار هذا، يعني تعرف انت الكهرباء يعني نطالب من الحكومه اهم شيء الكهرباء. والله الوزير ساوي وزير الكهرباء يعني خلي ينظر علينا نظره بس على مود الكهرباء ونشوف يعني الكهرباء حيل زبد والله. والله ان شاء الله تحل لنا الازمه مع الكهرباء والوزير الجديد، وان شاء الله رجال طيب وانسان يعني يخلي ينظر علينا نظرة آباء يعني الأب والأولاد. كهرباء ضعيفة والله يعني تحرق أجهزة، يعني كهرباء يجي ماكو ساعتين ماكو، الباقي كل الناس كهرباء والله تجينا ساعتين الناس كلها طافية 24 ساعة يجينا ساعتين وخلاص كهرباء ماكو كل مولدات. والله كرم ما زين يجيبون ساعتين 6 ساعات ما يجيبوه، مناطق منطقة زين منطقة ما زين، أكو مناطق والله ما يجي كهرباء، ها كهرباء فرد مرة زفت. هو زول اقول شويه تغلف العالم هاي بالحر هذا بموجم على موسم عيد كهرب ماكو محافظه شكبر ما بيها كهرب عبالك مولده ساعتين ست ساعات ما يجي صار كم سنه 17 سنه نقول الكهرب ما حد يجي وزير يروح وزير نفس الحاله ونفس الطاسه ونفس الحمام كل شيء ما غيروا اطالب الكهرب للعالم هاي جوعانه شغل هالشباب هاي عليه كله بطاله كهرب اباك في الكلايد ثلاجات تعطل السبلتات تعطل كلها تلاقي صارت كاونتر اخلي بيها بس ديكور. والكهرباء الوطني زفت بالاخر من 6 ساعات يجينا ساعتين ثلاثه ومرات كل النهار ما يجي نهائيا والمولدات زين ومو زين خاصه بغضات الكيف الوطني زفت واللي ما 24 ساعه مولده ماكو كهرب ماكو نهائيا. وزير الكهرباء ان يحسن الوطني للمواطنين وذلك لغرض مصلحة عامة. والله ما زين الوطني يعني اتصل البارحه كنت بالعشرين مره 30 مره دي على بيت طي على بيت لا مولدات زين لا وطني زين لا ماي زين لا شغل اكل يعني هسه ابسط شيء المعاش مالتي صار لها من البارحه لليوم صار لي ثلاث ايام مع اول البارحه والبارحه واليوم ما سوى ولا شغل لا عمل واحنا مو مجبور ننزل على هالشغله لما ماكو شغل لو اكو شغل احنا ما نزلنا بس مط ابو ابونا بالشمس لا شغل لا عمل معاشي طلع عندنا ثلاث ايام ما ينباع طول ثلاث ايام اربع ايام معاش نطش لا شغل لا عمل حيوفرون لنا شيء حيوفرون لنا راتب رعايه شيء الى متى احنا نظل يا الحاله؟ والله وجه رساله للوزير الكهرباء انه يصير الوطن زين، لان الوطن الحين ما زين لا ماي لا وطني لا شيء. كهرباء بالنسبه للموصل تقيسها على العراق والمحافظات الجنوبيه والغربيه ترى كل الزين كهرباء. بس ادعو انه اهل المولدات ترى يكافحون كفاح اهل المولدات، انا ما صاحب مولده مواطن عادي. يعني لو ساعة يطفون المولدات ويشوفون وضعية الكهرباء بالموصل الوطنية المولدات ما حدا ينتبه عليهم دنطو انتم ما تقدرون تطلعون بنتيجة بالكهرباء انطوا غاز للمولدات مجانا وشوفوا انتاجهم وشوفوا وضعهم هسا المولدة حتنطي كهرباء مضاهية للوطني مضاهية للوطني وأدعو السيد وزير الكهرباء ينزل إلى موقع عندنا وينزل إلى حالة الناس يشوف وضعه يعيش معيشتهم فرد أسبوع زمان ويشوف وضعهم
وهو يقرر، يعني هو مسؤول، وسألوهم إنهم مسؤولون. طالب السيد الوزير ينزل إلى موقع عدنا ويشوف الحالة، ينزل يعني ينزل إلى مستوى مدير، إلى مستوى موظف، إلى مستوى فني، اللي طالع الفني فوق الأعمدة وعيشتغل ليل نهار ومضحي بحياته وبنفسه، خليه ينزل إلى موقعه ويشوف ذبذبات الذبذب. تذبذب دائما ذبذبة بالكهرباء، يعني ماكو فولتية ثابتة، تنزل يجوز 180 تصعد 200، بس اكو أجهزة كثير اشتغلت ببيوت إذا ماكو هذا النظام المقاومة الكذا. والله الكهرباء بالموصل زفت، أنا أقول لك زفت. وين؟ المدينة القديمة، أنا أقول لك المدينة القديمة الكهرباء تعبان، الله يساعدهم، فقد ما مظلومين، والبيوت تعبانة والكهرباء المرة، وين؟ شو يراعوها للموصل؟ أنا ناشد، وزير الكهرباء باهتمام الموصل، وين؟ يقول في الصيف المقبل، وين؟ يجي الصيف ماكو، يجي الشتاء ماكو، وين؟ وعود كاذبة، أنا أقول لك وعود كاذبة. مو كافي عمي، هاي ليش أربيل الأربيل أحسن من عدنا صارت؟ اليوم الباحة ما صلى، 12 سنة أربيل اتطورت، الموصل ترجع لي ورا؟ كافي عمي كافي، اهتمام بين الموصل. والله جايين على الله، خلينا على الله، بكت الله. اسمعنا وزير الكهرباء، بكت الله الموصل الكهرباء يهتم بيها. والله هذا كرب اسع من الناس قبل طقي، يعني الله ستر بعد عيني نطفي جاي اشتعل السوق، هسه اذا اشتعل السوق من يطينا؟ والله ما حد ما يهتم الفقير، الله بدالك الفقير اللي هو الله. انا اقول لك ترى نصل الموصل تعبانه، يسمعني الموصل نصل تعبانه، هذاك الجانب اتحداك يضربها ماكو جيبهم، كلها تعبانه المدينه القديمه. الله يساعد العمال ويساعد هذا، لا تعين لا شيء. انا اقول لك كافي عمي كافي. والله اوجه رساله وزير الكهرباء بزياره الطاقه الكهربائيه، وين اللي عنده مرضى اللي عنده ما مرضى؟ اكو عالم تعبانه يا اخي، الله يرضى عنك وشكرا جزيلا. يعني بالنسبه للطاقه الكهربائيه في مدينه الموصل او محافظه نينوى نسبة تجهيزها قليلة جدا، يعني تتراوح بين الساعتين إلى 3 ساعات كل 24 ساعة. اليوم محافظة نينوى خرجت من أزمة اللي هي أزمة الحرب ضد داعش، اليوم من المفروض أن تكون النهوض بالواقع الكهربائي في محافظة نينوى ومدينة الموصل والعراق عامة. الحلول من المفروض أن الحكومة هي اللي تلاقي يعني هذا الحلول، بس إحنا كمواطنين أو شهود عيان في مدينة الموصل الحلول اللي نتمنى أنه هي تكون أنه يوفرون كهرباء من دول الجوار، مثل ما يستوردون يعني يستوردون المواد الغذائية، يستوردون كثير من الأمور، يستوردون كهرباء، ماكو شيء غلط إذا استوردوه. ثاني شيء احنا ليش يعني بالنسبه لنا كمواطنين احنا نفكر باستيراد الكهرباء، لانه نعرف حقا نعرف انه الحكومه ما عندها جديه بامر الكهرباء بالموصل. النهوض بالكهرباء في مدينه الموصل يعتمد على سد الموصل، يعني عندنا سد الموصل، من المفروض احنا ما عندنا كهرباء يطفى، وعندنا محطة الكهرباء الغازية، هذه من أكبر محطات العراق، وسد الموصل من أكبر سدود موجودة بالعراق، فهذا يعني داعم كبير للكهرباء. من الممكن أنه يكون كهرباء مستمر عندنا، يعني أي دولة أو أي محافظة بالعالم إذا عندهم سد في محافظتهم يكون الكهرباء مستمر. الحكومة ما تلقي حل، بس وعود، تنطي وعود وما تلقي حل. يعني احنا حلنا الوحيد يجيبون كهرب من خارج العراق، هذا حلنا الوحيد، يستوردون كهرب من دول الجوار، من دول الخليج، من اي مكان، المهم انه يساعدون المواطن العراقي. يعني منو يتحمل بتموز كهرب لمده 2 أو 3 ساعات يجي؟ منو يتحمل من المسؤول او من كائن من يكون من المسؤولين يتحمل انه لمده 2 ساعة كهرباء عنده بالبيت؟
وين يقدر يتحمل بهذا الجو الحار؟ ما حد يقدر يتحمل يعني يتحمل درجة الحرارة وكهرباء ماكو. وضع الكهرباء في محافظة نينوى وضع صعب. الكهرباء صايرة مثل الترافيك لايت، تجي تنقطع بكثرة الفترة الأخيرة، خاصة في هذا الشهر الشهر السابع. حلول دائرة الكهرباء ووزارة الكهرباء بشكل عام حلول غير واقعية، ولذلك لحد الآن المواطن يعاني من هذا الموضوع. حلول نحن عندنا منشآت مهمة بالبلد لكن للأسف غير مستغلة. أولا المنشأة الأولى والمهمة اللي هي سد الموصل. سد الموصل لو استغل بشكل جيد كان ممكن أنه يوفر لمحافظة نينوى تجهيز لمدة خلينا نقول 20 ساعة باليوم. المنشأة الثانية اللي هي محطة الموصل الغازية اللي كاينة في القيارة، هاي المحطة أيضا منشأة مهمة ممكن أنه تعزز قدرة الكهرباء في التجهيز، لكن المشكلة الكبيرة بها هي نقص الغاز. مع الأسف نحن شفنا بالفترة الأخيرة وجود أو احتراق الغاز في محافظة النجف، والغاز غير مستغل في العراق، ولذلك منشأة مثل محطة القيارة الغازية سببها أنه الغاز غير مستغل. وأيضا عندنا يعني منشآت أخرى أصغر أيضا غير مستغلة من قبل وزارة الكهرباء. حاليا نشوف أنه الوزارة تتعوض أو تحاول أنه تجهز كهرباء للعراق عن طريق دول الجوار. نحن كان الأولى أنه الدولة تشتغل على منشآتها قبل ما تستعين بدول الجوار، حتى لا يكون هناك علينا ديون مترتبة توفيها الأجيال. الحكومة ممكن أن تجد حل إذا اتفقت الأطراف السياسية، لأنه الموضوع مع الأسف أصبح هو اتفاق أطراف سياسية، وأيضا هناك صراع بين شركتين عالميتين اللي هي سيمنز وأيضا الشركة الأمريكية. فنشوف أنه لحد الآن موضوع الكهرباء موضوع معقد ويحتاج إلى حلول جذرية، وهي الحلول الجذرية ما موجودة عند الحكومة مع الأسف. اللي دا يتحكم موضوع الكهرباء الحرب بين سيمنز وأيضا الشركة الأمريكية. والله بالنسبة لوضع الطاقة الكهربائية بالعراق وخصوصا مدينة الموصل، يعني طاقة كهربائية ماكو، والله ما نشوف كهرباء، الله وكيل. عايشين عن مولدات وعايشين، يجي الوطني كل 4-5 ساعه 6 ساعات يجي له ساعه ونوب يرجع يطفى. واحنا طالب وزير الكهرباء المحترم ينظر نظره انه نظره ايجابيه، يعني بحيث يعني يوفر كهرباء للعالم. هم يريدون تجمعات ماكو، يريدون ما حد يطلع برا بهالحر هذا، خلي يوفرون كهرباء للعالم حتى العالم تضل جوا بالبيوت، مو يوميا قاطعين كهرباء. واي بس احنا طالب رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي يوفر كهرباء، انه يعني اليوم كون قبل باكر. والله احنا نطل لازم احنا نطل العالم انه احنا نرجع ناخذ منهم. لا احنا يعني هذا البلد العراق، العراق ابو الخير، يعني العراق ده يعطي نفط ويعطي كهرباء ويعطي زيبق ويعطي، احنا نروح ناخذ منهم كهرباء؟ زحمه شغله هي زحمه والله العظيم. اوجه رساله للحكومه، طبعا احنا حاره واطفال وعالم وتشينكو خوش، وهاي العالم الناسحه والعالم اللي ما عندهم يعني فلوس كهرباء تطي، ها يعني خل يباعون على الاقل بس شيء شويه قلبهم خليه ينكسر، لا فكرين بس بارواحتهم وقاعد على التبريد وقاعد فوق ذاي ويقول والله العراق وعايشين. لا والله العظيم لا عايشين ولا شيء، احنا نريد كهرباء. الحمد لله هو اكو ما فضل من رب العالمين، بس احنا نريد كهرباء لان حاره ملينا الله وكيلك. الصيف مو طبيعي، حار مو طبيعي. والله عمي كهرباء ماكو، تعبانة حيل، يعني تجي من الساعة 8 تطفي بالتسعة، من التسعة للأربعة العصر كهرباء ماكو. يعني افرض حتى اللحوم هاي مالتنا ما تتحمل، مجمدة مايعة، لحوم كلها تمو عندنا، قمنا نشتري ثلج نجمد اللحم به. ما أدري شنو سبب الكهرباء، يعني من 2003 17 سنة كهرباء ما قدروا يسوون. يعني شنو هاي الدولة؟ دولة تعبانة كهرباء، أبسط أمور الحياة هي كهرباء ما يسوونها.
هذا بالحر قاعدين وهذا تشينكو يصرف علينا مولد 24 ساعة تشتغل. ماكو هاي لحومنا مايعة. بالبيت تروح كهرباء ماكو، تجي هناك كهرباء ماكو. يعني 17 سنة من هذا الفساد المال ما سووا كهرباء لهذا الشعب المسكين، كهرباء ما حلوا. والله عم الحلول شنو؟ ماكو حلول، ماكو. كل سنة يقول لك، كل سنة يجي رئيس وزراء جديد، هالسنة راح نسوي لكم الكهرباء، راح نتفق مع شركات، راح نتفق مع دول، ماكو حلول. سنة ورا سنة تتبهد الأمور فد مرة. كهرباء تعبانة عمي، الوضع تعبان، الشعب منتهي. هسه احنا ما نريد شيء عمي. وهسه الفاتورة كل شهر تجي هلقد عليك طالع. هلقد مبلغ 900,000، احنا خاصة المحلات التجارية 900-800,000 بس كهرباء ماكو. احنا نعطي كهرباء ماكو، يجي ابو الاستثمار سجل عليك حط لك ساعة راح تستقر الكهرباء، ضرب الفلوس بلع وطلع. ما كهرباء. فماكو اي فائدة. هاي صار 17 سنة من 2003 لحد الآن كهرباء صفر. اي شركة فاضل احمد. هاي الشركات اللي تجي، شركة تجي الشركات هذه ماكو بدون استفادة. تعبانة حيل تعبانة. هسه نطالب هسه الاساس اتفقوا البارحة مع الشركة هذه، ماكو تعبانة حيل. فنرجو من الدولة عمي بس اريد الكهرباء، ما اريد كل شيء، لا رواتب لا تعيينات لا شيء. ندري العراق في وضع اقتصاد متدهور، اريد بس الكهرباء. ابسط امور الانسان هي الكهرباء. والله عمي هذا السراق، سراق الدولة، الفساد. هذا كم وزير جه؟ 6 وزارات كهرباء، واحد يذبها براس الثاني، واحد يذبها براس الثاني. يا وزير يجي يبلع 6 مليارات 4 مليارات ويطلع. زين استلزم منه الشعب الفاين حظه وطايح حظه، فقير. شي سوي؟ طلعت مظاهرات العالم، قامت تكتل بالشوارع. زين حل ماكو. هسه على الله وعلى رئيس الوزراء هذا مصطفى الكاظمي، بلكت الله يحلها. زين أنا أقول لك شي واحد، والله العظيم هدول القاعدين مسؤوليتنا، عيب، خزي خزي. يعني دولة احنا شكبرنا هسه نعاني كهرباء؟ زين ليش انت تسوي عقود ويا غير دولة بخمس مليار؟ مصر مسوي طاقة كهربية ينطي 900 ميجاوات كهرباء باربعة مليار، انت تتفق ويا دولة بخمس مليار؟ يا دولة ماكو بكهرباء. زين مثل تركيا ايه، كل لحظات ابسط دولة ما ينقطع من عندهم كهرباء. اردن مي ما عندهم ايه، ما يشتكون من مي. زين يوفرون لهم مي، عيب. يطفي كهرباء ويجي مولده، ابو المولده احنا يقول والله انتم تجاري، ياخذ من عندنا ايش قد؟ اذا هسه هالشهر صار 11.5، قبلها كان ياخذ 10,000 دينار. حتى ابو المولدات هم عندهم مولدات يعنون يخلونا بالسعر، عيب. اني بس هلقد اقول خزي على هذول الناس. الناس مواطن يحسي والله كهرباء ما عندنا، يا والله خزي هذول المسؤولين عليهم. كهرباء شنو كهرباء؟ ابسط شيء كهرباء. زين المواطن لا شغل لا عمل لا ايجارات، كوما شغل عليهم ايجارات عليهم وفوقها كهرباء، والله عيب. هسه قلنا ما يوم بين يوم ويوم يجي، قلنا مو مشكله ما عندنا مشكله، يوم ما يجي يوم ثاني يوم يجي مو مشكله. اما كهرباء شغله ضروريه، شغله ضروريه، عيب على هدني المسؤولين الدولة، خاصة زوحار. الله يساعد الجنوب، الله يساعد الجنوب. يعني احنا نقول يعني ها ماشيين وياه، بس الجنوب خطية. شي يسوون؟ عيب. ليش هم ينقطع عندهم يتي؟ كل واحد حاط له مولد قدام بيته ايه، ولا يقدر ينطفي ولا شي اسمه. اني قصدي هذا مو عراقي ولا زاين يبنون عراق. زين من 2003 شنو عملياتهم؟ شنو انجازهم اللي سووه؟ يا كهرباء. زين الانجازهم شنو؟ انا ما اقول، انت قل لي، انت اعلامي وتعرف سووا شيء. سووا شيء؟ لا والله ما سووا. ليش تسالني؟ اسال العراقيين، هذول مو عراقي، هذول زاين. والله حبيبي احنا مو محلي مولد مال لسه مال محل، نقول نجيب بنزين هذا ما ومال شو اسمه مينا نفس الشيء، مولد الاحتياط نقول اهلي ما ملحقين امبير 11,000 اي بعد ما تعرف. ها شهرين هيك وقبل كان هيك
هم شهرين الحار طموز واب بعد ما ندري. كهرباء شلون؟ والله مو زين. مو زين. لا والله مو زين. هسه هاي اللحوم عندنا برادات كلها ما يعفد مره اللحوم مالتنا. والله حلول يمهم يابا. حلول يمهم. شوك بيدنا. اي والله. شنو شو يجي من ايدنا؟ يجي الكهرباء وهاي. شو يريد احنا؟ يريد مسالم. يريد نعيش مثل حالنا حال العالم. شنو رايك بالكهرباء؟ كهرباء لا بأس. مو جيد جدا جيد. يوم اكو يوم ماكو يوم وليده وياها وياها. زين شنو الحلول اللي طالب فيها؟ الحلول طالب مثل حالنا حال الناس. نعيش حر. كهرباء نريد. توفر للشباب. اعمال الشباب كلهم عاطلين قاعدين لا شغل لا عمل. غيره ماكو. برايك الحكومه من 2003 لحد الان سوت الكهرباء صرفت الحكومه فلوس عليها؟ لا وينه؟ لو كان صار فينا عندنا كهرباء فول. يا عمي هات كهرباء اصلا كهرباء ما تضرب مره خلاص. والشعب العراقي هذا شوف هاي هذا حال المواطن اطفال يدفعون عربانه لا شغل لا الكهرباء شو رايك بالكهرباء؟ كهرباء الزفت زفت الكهرباء خلف الله عليها المولدات. والله نطالب من مجلس المحافظة على الجو هذا الحار وهالأمراض هاي أن يحسن الكهرباء ووظائف لهالناس هاي هاي ناس خريجين وقاعدة تشتغل عمالة. والله الكهرباء مو شيء حيل يعني حيل تعبانة يعني أقل أكثر النهار إذا تجي ساعتين يعني. أكثر شيء تجي ساعتين يعني. ماكو كهرباء صفر. والله نطالب بكهرباء زينه المولد احنا ما نستفاد منه نريد كهرباء وطن الوطني صفر كركوك صفر الوطني فنطالب المحافظ بان الكهرباء تستمر بكركوك خلال ما نقول 24 ساعه اريد 10 ساعات بالنهار. والله انا بالنسبه يعني دا اشوف خاصه الكركوك هذا الفتره دا يعاني من الكهرباء بشكل مو طبيعي ونتمنى من الجهات المعينه لانه يجدون حل لهذا الموضوع لأنه بصراحة الحرارة وصل إلى 50 درجة والناس دا تشوف طالعين برا ودا يتسوقون بهذا الحار لا عندنا ملتزمات يعني صحية أنه الإنسان يشوفه لا مستشفيات لا كهرباء فهذا بصراحة شيء كلش يأثر على المجتمع ودرجة حرارة احنا نفرق عن العالم وأبسط حقوق الإنسان أبسط شيء حق من حق الإنسان أنه يشوف يصير عنده بالبلد كهرباء لكن هذا بصراحة ما موجود ببلدنا وأبسط شيء هذا الخدمة ما يقدر يوفره الدولة للشعب صراحة هذا من شيء اللي دا نشوفه ودا نعاني به بشكل مو بس فقط كركوك وإنما العراق عامة. والله إيه موضوع الكهرباء يعني موضوع يعني كركوك كهرباء ماكو إي والله فنطالب المسؤولين والجهات المعنية توفير الطاقة الكهربائية لكافة مناطق كركوك يعني أغلب المناطق معدومة بها الكهرباء ونطالب السيد المحافظ ركان سعيد وإن شاء الله ما تقصر. والله هي سادي يعني لا والله ما شفنا يعني مع الأسف يعني حكومة تطلع حكومة وماكو فشي يعني يوفرنا كهرباء ماكو اي والله مع الاسف ونطالب الجهات المعنيه والمسؤولين خاصه نواب كركوك نطالبهم بتوفير الطاقه الكهربائيه لمناطق كركوك كافه. احنا من منطقه العباسي والعباسي المنطقه الزراعيه والزراعه تعتمد اليوم على الكهرباء لانه غاز وايل ماكو فمن تنقطع الكهرباء واعتماد الفلاحين الكهرباء تجي ساعه تنقطع اربعه تجي ساعتين تنقطع ست ساعات. فهسه هنا حاله يرثى لها حاله الفلاح منطقه العباس والحويجه على العموم. ونناشد المسؤولين على والسيد المحافظ على هالوضعيه هذه والمفروض يراعي المنطقه لان المنطقه الزراعيه واعتمادها على الفلاحه والفلاحه اذا ماكو يعني الفلاح عموم القرى تندمر. هم بينا فائده اللي بيته ما يقدر على مولد او شيء كهرباء ماكو
وهمين المناطق الزراعية اللي خسرانين يخسرون فلوس في سبيل الكهرباء تجيهم هم ما تجيهم كهرباء. فالناشد المسؤولين من وزير الكهرباء للمحافظ ناشدوا. والله هي الكهرباء ما شاء الله خير من الله يعني. هو يعني باليوم تجي لها ساعتين هم نعمة. أهم شيء نتذكرها يعني الكهرباء صراحة يعني. يعني نحس ان عندنا وطن يعني، ونحس ان اكو شيء يعني جاي يقدمونه للمواطن. اهم شيء هذه تجي ساعه، ساعه ونص، خمس دقائق، المهم يذكرونا بها. الطالبه من الحكومه اي شيء طالبه من الحكومه ما يتلبى، مستحيل يتلبى، مستحيل. لا مي، لا كهرباء، لا المعيشه، لا يعني حتى بزعنا 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 من هاي يعني هذا الوضع بزعنا منه. يعني شاف ما اشوف شيء من الحياه يا وين صايره؟ يعني ما اي شيء من هذا الحياه ما شايفينه خلاص. يعني الحكومه تريد شيء انك يعني مثلا تلبي لها فد شيء تشوف منها شيء حلو؟ ماكو ماكو. كل عمل وتعب وراحه ماكو. او يعني ترجع للبيت تريد ترتاح ماكو كهرباء. تريد تطلع الحظر ما شاء الله، وهاي مصايب كورونا، والوضع التعبان بالعراق، يعني بلد تدمر. ومع الاسف يعني احنا يعني العراقيين يعني مع الاسف يعني ايش قد هي اكو بلدان واكو ناس وكلها طبعا تتشرف بالعراق، تتشرف بالعراق يعني. بس مع الاسف يعني ايش ليش حكومتنا هي يعني ليش زين الفلوس وين راحت؟ والاموال وين راحت؟ ماكو فد شيء جديد يعني يقدمون للمواطن. اي شيء جديد يتقدم للمواطن ماكو. استاذ الكهرباء بالاخص هنا يمنا يعني احنا كهرباء يعني ما نسميها كهرباء، يعني شلون الشيء الرماش يعني ماكو، تجي خمس دقائق او تجي بالازيد نص ساعه وراحت الكهرباء. حتى يعني الاجهزه امانه الله اكو واحد يمنا الاجهزه مالته بلازمه كاميرات كلها احترقت، وهاي قبل يوم ويا الحكي ماكو هيك عن كهرباء. والله استاذ هو بيد الحكومه، بيد الحكومه كلها بيد الحكومه. يعني المفروض مو يشوفون الحل، مو احنا يعني شوف نشوف الحل. احنا ناس مواطنين ندور الامان، ندور الشيء يعني اللي يرتاح به المواطن لا اكثر ولا اقل. احنا ما نريد شيء، لان احنا على الامان هذه الحمد لله والشكر احنا بيناتنا متسالمين، امان موجود بيناتنا والحمد لله والشكر. والله استاذ قلت لك يعني هو بيدهم، ارجع واقول لك بيدهم، هم اللي يسوون الامان، هم يسوون الحل، وهم يحلون الكهرباء. لان هو انت يعني هسه خلي شوي نطلع من هذا الموضوع مال الكهرباء. شارع هو شارع ومسوي له مجاري، مجاري مسوي له اياه والابي ويا المجاري. شنو يعني يوميه بين ثلاث ايام كل يومين طاق الابي؟ هو ابي جاه تجي المكان مالتهم والعمال يحفروه ويسووه. ثق بالله صار احنا يمكن هذا هسه جانا المي، يجي المي لو يجي نص ساعه لو ما يجي. طبعا طبعا اها خابره المدير مال الكهرباء، خابره واحد من يمنه يقول له شنو؟ يقول له والله المضخات مال المي احترقن. يا بسبب ايش؟ سبب الكهرباء. زين انتم ما عندكم مولد؟ قال لهم احنا ما عندنا غاز. شلون حكومه انت لعب؟ ان شاء الله اول ما ندعي للعراق ان يرفع عنا هذا البلاء، بلاء كورونا. اما بالنسبه لمشاكل الكهرباء الحقيقه مشاكل كبيره جدا، من ضمنها تذبذب التيار الكهربائي وحرق الاجهزه المنزليه، بالاضافه الى كل هذا من المفترض على الحكومه ان تتعاقد ويا شركات رصينه لغرض انجاز الكهرباء. مشاكل الكهرباء لكل انحاء العراق ليس مختصر على منطقه معينه، وعليه يجب على الحكومه ايجاد الحلول من اجل توفير الطاقه الكهربائيه للمواطنين. الصيف حار وانتم كلكم تعرفون، بالاضافه الى الشباب والناس كلها اللي يشتغل على رجله ما يقدر يوفر حتى فلوس المولد. وعليه يخلي الدوله تساعد بهذا المجال المواطنين اللي ما قادرين حتى يدفعون فلوس المولد. الفوق المشاكل هاي كلها مشاكل الكهرباء. لو ننظر الى مصر، مصر بلد فقير لا يمتلك شيء، اليوم هو مصر تصدر كهرباء، والعراق خلال 17 سنه صرفت عليه
عشرات المليارات دون العمل الصحيح. يجب محاسبة من كان سبب في هذا التدهور في مجال الكهرباء. برأيك ما هي الحلول التي تراها مناسبة لحل الأزمة؟ الحقيقة حلول عديدة، شركات رصينة عالمية، والعراق بلد غني. صح الآن نمر بظروف، ولكن الشركات تشتغل بالعاجل. شركة سيمس الكتريك، شركة جنرال الكتريك الأمريكية، سيمس الألمانية، بالإضافة إلى عندنا كوادر قادرة أن تعيد الكهرباء بحيث توفير المواد الأولية أو إعطائها لشركة من حيث الخصخصة. راح تشوف الكهرباء زينة وبأجور قليلة على المواطن، ما يشيل أعباء المواطن ودعم من الحكومة. هذا راح يوفر فتشي وينعش الاقتصاد. المعامل راح تشتغل، الفلاح راح يشتغل، عنده معمل بسيط، عنده محال. يعني الكهرباء عصب حياة في هذا الوقت، مهم جدا للعراق لغرض إعادة بناء العراق من جديد. فأول ما يتجه إلى المفروض الكهرباء. نعم حلول موجودة كثيرة، قلت لك يعني سبقا قلت أنه الاتفاق مع الشركات أو تشغيل الكادر، تبديل الشبكة بأكملها بالعراق، وهذا ما يستغرق أكثر من سنة سنتين، يستقر العراق وتوفير الكهرباء 24 ساعة، بالإضافة إلى واردات للدولة. اليوم إحنا ننطي فلوس بدون مقابل، عبء علينا صارت، ننطي لأبو المولد وننطي للكهرباء. إحنا لو ننطي هالفلوس للحكومة بدل ما ننطيها للمولد وتوفرنا 24 ساعة يمكن يكون وضع أحسن. هاي نقطة. النقطة الثانية، الأجهزة من ده تحترق، هاي مو خسارة على المواطن، خسارة جدا على المواطن. هاي الأجهزة تحترق إذا مكيف وإذا سبلت، وحتى إذا مصباح، أكو عوائل ما تمتلك هذا الشيء، ما تقدر تشتري. فنرجو من الحكومة والمصطفى الكاظمي ناجدة باسمي واسم العراقيين جميعا أن يجد الحلول، وهو رجل المرحلة، وعليه يجب التصرف ولينتبه إلى هذا الشيء اللي هو عصب الحياة. إذا أردت يا مصطفى الكاظمي أن تناشي الاقتصاد العراقي، توفير الكهرباء لغرض انعاش حتى المواطن راح يبدي يعمل باستمرارية. واللي نرجوه الحل بسيط جدا، والكاظمي رجل مرحلة، يعني لازم يوجد حل الكهرباء، بالإضافة إلى الأوضاع الجديدة. الكهرباء من الخليج العربي هو حل، هذا برأيي حل جيد، ولكن لما تتوفر عندك الطاقة الكهرباء من خلال شركات وتصير بداخل بلدك وما تستوردها، هو هذا الحل الصحيح. واحنا دا نشوف خط التذبذب الإيراني الحقيقة، يعني محطة المنصورية بدياله، الغاز يجيبوه من إيران آلاف الكيلومترات، بينما هو ألف متر ما يبعد عن المحطة. يعني هذه المفروض يفتح بها تحقيق، نعرف من السبب ولوش هذا العمل. فمشاكل الكهرباء عويصة، ولكن حلها والله العظيم بسيط جدا. يا كاظم اتصرف، خلي الشعب يصطف وياك.